عنوان دنتن. مقدمة بسيطة عن الدنتن. الدنتن طبيعته هو أحد الأنسجة الأساسية المكونة للتيث. هذا النسيج يعد نسيج صلب ومشابه من الناحية البنيوية وناحية التركيب الكيميائي للبون، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بينهم، وهذا ما راح نتطرق له بسياق المحاضرة. إذن الدنتن بروفيد the block and general form of the teeth tooth and the characters as the hard tissue with tubular layout is thickness. إذن الدنتن هو يوفر أو يعطي الشكل العام للأسنان، ويتميز هذا النسيج بالصلابة كما يتميز واحتوائه على الأنابيب على امتداد أو على طول سمكة. الدنتن يتكون قبل تكوين الإنيمال. طبعاً هذا الدنتن هو يحدد لنا شكل الكراون، وكذلك يحدد لنا الكوبس والريدز، ويحدد لنا عدد وحجم الأعداد عدد وحجم الروتس. إذن هو مسؤول عن يكون قبل الدنتن، يكون قبل الإنيمال، ومسؤول عن شكل الكراون، وأيضا مسؤول عن الكوبس والروتس، ويحدد لنا أعداد وأحجام الجذور. باعتبار النسيج حي راح يحتوينا على تيوبولرز، يحتوينا على الأنابيب، وهذه الأنابيب تقوم بعمليات خلوية متخصصة واحتوائها على الأودونتوبلاست. الأودونتوبلاست اللي سميناها الأورومات السنين، والأودونتوبلاست هي الخلايا المسؤولة عن تكوين نسيج الدنتن. أعيد، الأودونتوبلاست هي المسؤولة عن تكوين، يعني الخلايا الأولية المسؤولة عن تكوين الدنتن هو الأودونتوبلاست. تمام، أجسام هذه الخلايا هو ما تقوم به الأودونتوبلاست هي الخلايا المولدة أو الموجودة على امتداد السطح اللبي للدنتن، وهي المسؤولة عن التكوين الشكلي أيضا للدنتن. إذن الأدونتوبلاست، نواتج هذه الأدونتوبلاست هي تنطينا الدنتن، كما أن العمليات اللي تقوم بها الأدونتوبلاست هي اللي تنطينا المكون النهائي للدنتن. إذن من ناحية التركيب البنيوي والتركيب الكيميائي سيكلز and chemistry and the dentin هي مشابهة إلى البون. إذن الأدونتوبلاست هي المسؤولة عن تكوين الدنتن. نواتج الأدونتوبلاست داخل نبيبات الدنتن كعمليات خلوية تنطينا الشكل النهائي للدنتن. من ناحية التركيب الفيزيائي والتركيب البنيوي والتركيب الكيميائي الدنتن مشابه إلى حد كبير للبون. The main morphological difference between bone and dentin is that some of the osteoblasts exist on the surface of the bone. الشكل أو الاختلاف الشكلي الرئيسي أو الاختلاف الشكل الرئيسي الأساسي بين البون والدنتن هو احتواء البون على الأوستيوبلاست. الأوستيوبلاست يسموها الخلايا الناقضة للعظم. إذن الاختلاف الشكلي بين البون والدنتن هو احتواء البون على هذه التراكيب الخلوية اللي تعرف بالأوستيوبلاست. هذه التراكيب الخلوية موجودة في العظم، وهو الاختلاف الأساسي اللي يقع بين البون والدنتن. هذه أين تقع؟ هذه الأوستيوبلاست تقع
في السطح الخارج أو السطح القريب أو المنطقة القريبة من سطح البون، المنطقة القريبة من يعني سطح البون. إذن كما أن هذه الخلايا هي الخلايا المكونة للماتريكس أو الخلايا المكونة توجد ضمن الخلايا المكونة للمادة الأساس للبون. أيضا احتواء البون على خلايا تعرف بالأوستيوسايت، الخلايا العظمية. إذن البون الخلايا المكونة إليه هو الأوستيوسايت، في حين أنه الدنتن الخلايا المكونة إليه هي الأوستيوبلاست. واضح هذا الاختلاف شباب؟ الأوستيوبلاست والأجسام الفلوية الموجودة إليه هذه موجودة بالإكسترنال دنتن، في الجزء الخارج من الدنتن. عمليات اللي تقوم بها هي موجودة أو نواتج هذه العمليات ضمن الأنابيب داخل الدنتن. قلنا الدنتن يحتوي لنا على أنابيب متوازية تمتد على امتداد سمك الدنتن. أيضا تعد هذه المكونات هي أنسجة حية بسبب احتوائها على البروتوبلاست. هذه المكونات الخلوية أنسجة حية، ليش؟ لأن تحتوي لنا على البروتوبلاست، والبروتوبلاست مادة حية تقوم بفعاليات خلوية داخل النسيج الموجودة به. إذن هذا المقطع شباب أعيده شباب لو واضح. شباب تسمعوني؟ دكتور عيده. تمام. الدنتن هو اللي يعطي الشكل الأساسي للتوث، والدنتن يعد النسيج الصلب ويحتوينا على التوبولارس، يحتوينا على النبيبات، وهذه النبيبات تمتد على طول سمك الدنتن. طبعا الدنتن يتكون قبل تكوين الانيمال بقليل. الدنتن يكون مسؤول عن اعطاء شكل الكراون، كما يكون مسؤول عن الكوسبس والرودز، ومسؤول عن عدد وحجم الجذور داخل السن. ايضا يحتوينا كنسيج حي، يحتوينا على الدنتن، يحتوينا على التوبولرز، على النبيبات. هذه داخل هذه النبيبات تم البروسس، العمليات الخلويه المتخصصه اللي تنطينا نواتج الأودونتوبلاست. وبالتالي فان جسيمات الخلويه للأودونتوبلاست هي اللي تكون موجوده داخل السطح اللبي على امتداد السطح اللبي للدنتن. إذن وين تقع الأودونتوبلاست؟ داخل امتداد او على طول السطح اللبي للدنتن. هذه الدنتن او هذه الأودونتوبلاست نواتجها راح تنطينا الشكل النهائي للدنتن. وبالتالي فان التركيب الفيزيائي والتركيب الكيميائي للدنتن مشابه الى حد بعيد او مشابه الى حد كبير للبون. الاختلاف هسه هذا من ناحيه التشابه. من ناحيه الاختلاف الرئيسي بين البون والدنتن هو احتواء البون على الاوستيوبلاست. واضح الاختلاف الرئيسي بين البون والدنتن احتواء البون على تراكيب خلوية تعرف بالأوستيوبلاست، يسموها الخلايا الناقضة للعظم. أين تقع هذه الخلايا الناقضة للعظم؟ على امتداد السطح الخارجي أو على امتداد السطح الخارجي للبون. هاي وين تقع الأوستيوبلاست؟ على امتداد السطح الخارجي للبون. أيضا هذه الأوستيوبلاست تعد ضمن المكونات الأساسية للمادة الأساسية المكونة للبون، كما أنه يحتوي أن البون على خلايا مكونة للعظم اللي هي الأوستيوسايت اللي هي الخلايا العظمية. الخلايا العظمية إذن من ضمن الاختلافات هو احتواء العظم أو الخلايا المكونة للعظم تعرف بالأوستيوسايت، في حين الخلايا المكونة للدنتن هو الأوستيوبلاست. واضح؟ العظم موجود ضمن المادة الأساس إليه الأوستيوبلاست، في حين أنه الدنتن ما يحتوي لنا على الأوستيوبلاست. تمام؟ تمام؟ هذه تقريباً أهم ما موجود. وطبعاً هن اثنين هذين المكونات الخلوية، اثنين المادة
خلوية مادة حية ضمن النسيج الحي، ليش احتوائهم على البروتوبلازم؟ واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ واضح دكتور. طيبة سعدي، بروسس اللي هي الخصائص الفيزيائية والكيميائية. راح نتكلم بالبداية على الخصائص الفيزيائية المكونة ضمن الدنتين أو الموجودة بالدنتين. الدنتين بمرحلة بداية مرحلة الشباب وبداية الدنتين راح يكون ذات لون أصفر، يصبح بعد ذلك أغمق لون أو دركر مع تقدم العمر، يصبح ذات لون غامق مع تقدم العمر. وهذا الصفة ما موجودة بالأنيمال. الدنتين كنسيج يكون نسيج صلب، هذا النسيج إضافة إلى صلابته قد يكون مرن، وممكن أنه الديفورميشن ممكن أنه يكون أكثر عرضة للتشوه، يكون أكثر عرضة للتشوه. هذا النسيج الدنتين يكون أصلب من البون، ولكن نفس الوقت يكون أكثر نعومة softer than animal، يكون أكثر نعومة من الأنيمال. إذن هذا النسيج يكون أصلب من العظم، الدنتين يكون أصلب من العظم، وبنفس الوقت يكون أقل نعومة أو أكثر عفو أكثر نعومة من الأنيمال. تختلف طبعا الدنتين صلابته راح تختلف من حسب نوع الأسنان، تختلف حسب نوع الأسنان، أيضا يختلف من حسب يختلف أيضا يختلف من نوع الأسنان، ويختلف أيضا صلابته تختلف حسب الكراون وأيضا حسب الجذور. صلابته تختلف بين سن وآخر، وتختلف بين كراون وآخر وجذر وآخر. الدنتين somewhat harder and it is central part than near the bulb on it is periphery. إذن الدنتين هو أصلب من أصلب في الجزء المركزي، دنتين كنسيج يكون صلب بالجزء المركزي أكثر من الجزء القريب من اللب، وأكثر من الجزء المحيطي. صلابة الدنتين في الجزء المركزي أكثر من الجزء القريب من اللب وأكثر من الجزء المحيطي. الدنتين بالبرايمري تيث يكون أقل صلابة من البرمنت تيث. الدنتين يكون بالأسنان الأولية والأسنان يعني الأسنان الأولية يكون أقل صلابة من الأسنان الدائمية. أيضا هذا ما يخص الخصائص الفيزيائية. راح نتطرق الآن إلى الخصائص الكيميائية. الأملاح المعدنية، محتوى الأملاح المعدنية بالنسبة للدنتين تكون قليلة، هذا ما يخص الخصائص الكيميائية. محتوى يعني الأملاح المعدنية بالدنتين تكون قليلة، يحتوينا على ما يقارب 35% من المواد العضوية الأورغانيك ميتر والماء، و 65% من المواد غير العضوية. المواد العضوية عادة نقصد بها الكولاجين فايبرز، ألياف الكولاجين، كذلك الجراوند سبستانس المادة الأساسية اللي تتكوننا من ميوكوبولي سكرايد اللي هي السكريات المتعددة أو السكريات المخاطية المتعددة، وهذه تكون على نوعين اللي هي البروتو غلايكان والجلايكو الجلوكوز أمينو غلايكانز. هذه المواد السكرية أو السكريات المتعددة المخاطية تكون على نوعين، بروتوغلايكان
والجلوكوز أمينو غلايكانز. إذن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنوع الأول أو الثاني أو الثالث جليكولاجين من النوع الأول الموجود مكون ضمن موجود ضمن الدنتين. تمام؟ أيضا بعدنا ضمن الخصائص الكيميائية المادة الأساس الجراوند سبستانس، المادة الأساس الكيميائية الموجودة ضمن الدنتين هي البروتوغلايكان كورتوتين سيلفات والكراون آن بيغلايكان والجلايكوبروتينز دنتين والسيلوبروتينز والأوستيونكتين والأوستيوبروتين والفوسفوبروتينز دنتينز والفوسفوبروتين والجاما كاربوكسي جلوتامين. هذه كلها مكونات كيميائية موجودة ضمن الدنتين. طبعا أيضا يحتوينا الدنتين بالمادة الأساس على مواد يعني مشابهة لعوامل النمو الجروث فاكتورز، من ضمنها ترانسفورمينج فورمينج الجروث فاكتور والفايبروبلاست جروث فاكتور والانسولين لايك جروث فاكتور والبون مورفولوجينيك بروتينز والابيديرمال جروث فاكتور والبلاتيلايت دريفن جروث فاكتور والبلاسينتا جروث فاكتور والفيسكولر ادونتوثيليال جروث فاكتور. وهاي كلها عوامل كيميائية، عوامل مشابهة لعوامل النمو، هاي كلها ضمن التركيب الكيميائي للدنتين. تمام؟ واضحة لهم دوختكم شوية شباب؟ واضحة لهم دوختكم شوية؟ والله دكتور الدوخ والله أنا أبدأ أخبيها تقصدي؟ أنا أبدأ أخبيها شباب سمعوني؟ نعم دكتور نسمعك دكتور. محمد فرج وينك؟ كرار حسين عباس موجود؟ نعم دكتور. شباب هذا السكشن بتراكيب كيميائية هواي، احنا ايش ناخذ منه؟ اهم تركيب كيميائي اللي هو الكولاجين فايبرز. تمام؟ طبعا بيذني ذني بس اهم اثنين اللي راح نتطرق له هنا بعدين، هن ذني بس المهمات. تمام؟ اهم اثنين اللي هن ذني اللي هو الجلايكوبروتينز دنتين سيلبوبروتين هذا والفوسفوبروتين دنتين فوسفوبروتين هذا ذني اهم مكونين بروتينات كيميائيه موجوده ضمن الماده الاساس للدنتين. طبعا هاي عوامل النمو كذا هاي خلوها للطلع حتى لا تدخون بها. تمام شباب متفقين؟ تمام دكتور. مو اسهل؟ اسهل الشيء الواضح المختصر. تمام. الماتريكس مكونات الماده الاساس تلعب دور هام في المينلايزيشن اوف دنتين، في عمليه تصلب او تمعدن الدنتين. هاي الملاحظه خلينا ناكد عليها شويه شباب، هاي الملاحظه ممكن تجي ترو فولس، يعني ملاحظه الماتريكس الماده الاساس تلعب دور مهم في عمليه المينلايزيشن اوف دنتين. واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ واضح دكتور. تمام. إذن راح نتكلم أيضا عن أنه الانورغانيك كومباوند اللي هي المكونات العضوية، هذه ممكن ملاحظتها عندما ناخذ الأكسترا حالة أنه أخذ تصوير شعاعي للأشعة السينية،
راح نلاحظ انه هاي الماده الغير عضويه راح تتكون من الهيدروكسي ابيتيت، وهاي الهيدروكسي ابيتيت قلنا مواد غير عضويه من هي عباره عن بلورات مكونه لنسيج الدنتين، اخذناها بالمحاضرات السابقه الهيدروكسي ابيتيت. تمام، هاي وين ممكن نلاحظها؟ في حاله اخذ الاكس راي او الاشعه السينية. عندنا هذه ممكن نلاحظها ايضا بالبون وسمنتيوم والانيما. البلورات الهيدروكسي ابيتيت تكون عاده يعني وحدات خلويه هذه البلورات، وهذه البلورات تكون على شكل صفائح صغيره، تكون على شكل صفائح صغيره. ضمن ايضا ضمن مكونات الانيم. إذن الهيدروكسيابتيد موجودة ضمن الدنتين، وهي بلورات صغيرة من المكونات الأساسية لنسيج الدنتين، كما أنه هي مكونات صفائحية صغيرة موجودة ضمن الإنما. أيضاً الدنتين يحتوي على كميات، يحتوي على كميات من الفوسفيت والكربون والكربونات والسلفات والكبريتات. إذن المكونات الكيميائية للدنتين يحتوينا على كميات صغيرة من الفوسفات والكربونات والكبريتات. البلورات، هذه بلورات الكربوت الهيدروكسي أبيتيت، هذه البلورات تحتوينا على الكالسيوم بنسبة قليلة، تحتوينا على الكالسيوم بنسبة قليلة، بس هي تكون احتوائها على الكربون بكميات أكبر أو تكون غنية بالمواد الكربونية مقارنة بالإنم. إذن بالدنتين البلورات الهيدروكسي أبيتيت بالدنتين تحتوينا على كميات قليلة من الكالسيوم وكميات كبيرة من الكربون. أعيد، بالدنتين بلورات الهيدروكسي أبيتيت كريستالز، هيدروكسي أبيتيت كريستالز تحتوينا على كميات قليلة من الكالسيوم وتكون غنية بالكربون أو كميات الكربون تكون غنية مقارنة بالأنيمون. طريقة لفصل الأورغانيك أن إن أورغانيك سبستانس، طريقة لفصل المواد العضوية والمواد الغير عضوية هي بواسطة الديكلاسيفيكيشن أو الانستريشن. الديكلاسيفيكيشن هي عملية إزالة الكالسيوم أو نزع الكالسيوم من الدنتين. الطريقة الأخرى هي طريقة الحرق، ممكن أنه نزيل بها المواد العضوية وغير العضوية. طبعا الاعتماد هو على طريقة الديكلاسيفيكيشن، على عملية إزالة الكالسيوم حتى نفصل المواد العضوية والمواد الغير عضوية. والسبب انه الأسنان يعني والعظام تكون غير منزوعة الكالسيوم، يمكن انه نلاحظها في عملية التصوير النسيجي تكون واضحة. فإذن الطريقة المعتمدة لإزالة المواد العضوية وغير العضوية هي عملية طبعا هنا طريقتين، طريقة إزالة الكالسيوم وطريقة الحرق. يعتمد على طريقة الديكلاسيكيشن، طريقة إزالة الكالسيوم في ملاحظة أو فصل المواد العضوية وغير العضوية. واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ إذن هذا السلايد تكلمنا عن بداية السلايد عن التركيب الكيميائي للدنتين، وقلنا أهم مواد بروتينية مكونة للدنتين هو الكولاجين فايبرز، ألياف الكولاجين، وتحديدا الكولاجين من النوع الأول. هاي المعلومة واضحة شباب؟ واضح عزيزي؟ نعم دكتور واضح. تمام،
بعدين تكلمنا عن هذه عوامل النمو أو العوامل المشابهة لعوامل النمو الموجودة ضمن مكونات الدنتن، وقلنا هاي طلعوا عليها. المادة الأساس المكونة للدنتن تلعب دور مهم في عملية تصلب أو عملية تمعدن الدنتن، هاي معلومة مهمة. تمام. أيضا تكلمنا عن أنه المادة الغير عضوية ممكن أنه نلاحظها في الاكس راي، وراح نلاحظ وجود الهيدروكسي ابيتيت، وقلنا الهيدروكسي ابيتيت هي بلورات مكونه للدنتن، ايضا هي بلورات موجوده ضمن الانمي. ايضا بلورات الهيدروكسي ابيتيت تكون بشكل صفائح صغيره ضمن الانيمال. بلورات الهيدروكسي ابيتيت مقارنة بلورات الهيدروكسي أبيتيت الموجودة بالإنيمال، الهيدروكسي أبيتيت كريستال موجودة بالدنتن راح تحتوينا على كميات قليلة من الكالسيوم وكميات كبيرة من الكربون مقارنة بالإنيمال. هاي أيضا هاي المعلومة، البلورات الهيدروكسي أبيتيت الموجودة بالدنتن تحتوينا على كميات قليلة من الكالسيوم وكميات كبيرة من الكربون مقارنة بالإنيمال. عملية إزالة المواد العضوية الأورغانيك والمواد الإنأورغانيك سبستان تتم بطريقتين، طريقة إزالة الكالسيوم وطريقة الحرق. الطريقة المعتمدة لإزالة المواد أو فصل المواد العضوية وغير العضوية هي عادة الديكسابسكيشن، اللي هي عملية إزالة الكالسيوم. واضح شباب؟ وعليكم. السلايد الآخر اللي هو الستركتشر، التركيب للدنتن. طبعا ترتيب المادة الأساس الماتريكس المكونة للدنتن هي من الكولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز يكون على شكل نتورك، على شكل شبكة ضمن الدنتن. إذن المادة الأساس المكونة للدنتن هي كولاجين فايبرز، يكون شكلها يكون موزعة بشكل نتورك، بشكل شبكة من ألياف الكولاجين. بلورات الهيدروكسي أبيتيت عادة راح تمنع ظهور الكولاجين فايبرز إذا كانت قريبة. الكولاجين فايبرز ممكن ملاحظتها فقط في الالكترون ميكروسكوب على مستوى فقط المجهر الالكترون. كولاجين فايبرز الياف الكولاجين فقط ممكن نلاحظها بالمجهر الالكتروني، ما ممكن نلاحظها بالمجهر الضوئي، فقط بالمجهر الالكتروني ممكن انه نلاحظ الياف الكولاجين وانتشارها داخل الدنتين بشكل توزيع شبكي. عندنا الوديز of the odontoblast اللي هي أجسام الأرومات السنية، الأودونتوبلاست أجسام الأرومات السنية تكون موزعة بالطبقة الطبقة السطحية لللب، تكون موزعة بالطبقة السطحية لللب بالنسبة للدنتين. أيضا الأودونتوبلاست راح تتضمن السيتوبلازميك بروسيس، راح تتضمن العمليات او راح تقوم بالعمليات السيتوبلازميه والعمليات الخلويه ضمن التيوبلرز، ضمن انابيب القنا يكون امتدادها بشكل متوازي على مستوى سمك الدنتي، وبالتالي تكون مسؤوله عن عمليه المينيلايزيت ماتريكس، تكون مسؤوله عن عمليه تصلب المادة الأساس. إذن الأجسام الخلوية بلاست اللي موجودة على امتداد السطح اللبي للدنتين تقوم بعمليات خلوية أو عمليات بروتوبلازمية، هذه العمليات تقع ضمن التيوبلارز، ضمن النبيبات الموجودة ضمن مكون الدنتين، وبالتالي نواتج هذه العمليات تعطي التصلب للمادة الأساس للدنتين. طبعا كل خلية تقوم بعمليات خلوية على حدة،
داخل هذه النبيبات وتتفرع هذه النبيبات بشكل شبكي داخل الدنتن. هذا التفرع عادة يكون في منطقة الجنكشن with animal and cementium، وهذه النبيبات تكون توزيعها بشكل طبيعي ضمن الدنتن، وهي من المميزات للتركيب الداخلي للدنتن. إذن كتركيب اللي هو الدنتال تيوبولارس اللي هو الأنابيب السنية الموجودة ضمن مكونات الدنتن. طبعا هذه الأنابيب راح تتخذ مسار عادة يكون بانحناءات بسيطة داخل الدنتن، أقل هذه الانحناءات راح تكون على مستوى الجذر، راح تكون انحناءاتها جدا قليلة مستوى الجذر. شكلها راح يكون أشبه بالحرف S، تعرف بالسيجمويد كروسس اللي هو المسار السني. أيضا هذه الانحناءات تسمى بالبرايمري كروفيتشرز أو الانحناءات الأساسية، بدايتها راح تنحني انحناءات بسيطة على مستوى الكراون، تكون أقل هذه الانحناءات تكون أقل بمنطقة الجذر، شكل هذه الانحناءات تكون على شكل حرف S تعرف بالمسارات السنية. هذه الانحناءات تسمى بالبرايمري الكروفيتشرز اللي هي الانحناءات الأساسية أو الانحناءات الأولية. ابتداء من الرايت انجلز، ابتداء من الزاوية اليمنى من سطح اللب تبدأ هذه الانحناءات. طبعا راح تكون هذه الانحناءات بشكل مزدوج من قمة السن، هذه الانحناءات بشكل مزدوج من قمة السن، وتنتهي هذه الانحناءات بشكل متعامد بشكل عمودي، تنتهي بشكل عمودي مع تنتهي بشكل عمودي مع الدنتو انيمال والدنتو اسمنتيوم جنكشن. راح هذه الانحناءات تكون متعامدة مع الدنتو انيمال والدنتو اسمنتيوم جنكشن. أكثر الانحناءات تكون أو التفرع الفرع الطرفي أو الفروع الطرفية اللي عادة لهذه الفروع الطرفية للروت دنتن تكون في الكورنال دنتن، فروع الطرفية تكون في الكورنال دنتن بالقرب من منطقة الجذر، بالقرب من منطقة الجذر وعلى حافة المنطقة تكون الانحناءات تكون أكثر استقامة، تكون أكثر الاستقامة. هذه الأنابيب التيوبولارس تكون أطول في الدنتن، تكون أطول وتكون سميكة أو أكثر سمكن، تكون أكثر سمكن خلال أيضا الدنتن. إذن هذه الأنابيب سمكة يتراوح من 3 إلى 10 ملم أو أكثر بالسمك. طبعا اكو تباين بالسمك بين جنسين، بين الذكر والانثى اكو تمايز بسمك هذه الدنتال تيوبولار، تكون اكثر سمكا عند الاولاد
أكثر من الفتيات سمك هذه الأنابيب السنية، بالأولاد تكون أكثر سمكاً من الفتيات. طبعاً في نفس المرحلة السنية ونفس المرحلة العمرية يختلف السمك. أيضاً يختلف السمك هذه الأنابيب السنية، يختلف سمكها من سن إلى آخر، وتكون أكثر سمكاً بالمناطق السطحية، ويختلف أيضاً سمكها بالمناطق المتوسطة عن المناطق البعيدة. بالمناطق السطحية نسبة وتناسب اختلاف السمك مناطق سطحية عن مناطق خارجة عن المناطق الداخلية، عن مناطق السطح الخارج عن مناطق السطح الداخلي، كنسبة وتناسب انطوها من 5 إلى 1 تقريباً في السمك. إذن السمك هذه النبيبات السنية يتراوح من 3 إلى 10 ملم أو أكثر. أعيد هاي المعلومة، سمك هذه، سمك هذه الدنتن أو هذه الدنتن سمكها من 3 إلى 10 ملم أو أكثر. تمام؟ طبعا هذا السمك راح يختلف بين الجنسين، بالذكور أو بالأولاد يكون أكثر سمكا من الفتيات نفس المرحلة العمرية. السمك طبعا راح يختلف، سمك بين الأسنان راح يختلف، وأيضا نفس السن سمك راح يختلف بالمنطقة السطحية الخارجية عن المنطقة السطحية الداخلية، وشافوا أنه نسبة الاختلاف بالسمك بين السطح الخارجي والسطح الداخلي تصل نسبته من 5 إلى 1. واضح شباب؟ ننتقل إلى السلايد الآخر، وقلنا هذه بعدنا جاي نتكلم عن الدنتال تيوبولارس. قطرها دايمتر، قطرها بالمنطقة القريبة للتجويف اللبي، قطر هذه الأنابيب السنية بالمنطقة القريبة للتجويف اللبي قطرها راح يكون من 3 إلى 5 ميكرومتر، من 3 إلى 5 ميكرومتر. بالنهايات الخارجية قطرها راح يكون 1 ميكرومتر. تمام؟ عدد النبيبات السنية بالنسبة للمنطقة القريبة من سطح يعني المنطقة القريبة من السطح الخارجي للمنطقة اللبية عددها يتراوح من 4 إلى 1. بالقرب من السطح اللبوي لمنطقة الدنتن عددها راح يتراوح بالمليمتر مربع الواحد، سكوير مليمتر بالمليمتر مربع الواحد، عددها راح يتراوح من 50,000 إلى 90,000. إذن بالمنطقة القريبة من السطح اللبوي عدد هذه النبيبات السنية بالمليمتر مربع الواحد راح يتراوح من 50,000 إلى 90,000. طبعاً هاي بالقرب من المنطقة اللبوية راح تتواجد بشكل، هاي الأنابيب السنية راح تتواجد بشكل أكبر في منطقة القريبة من الكراون، وكذلك أكثر من المنطقة القريبة من الروت من الجذر. تمام عزيزي؟ تمام دكتور. إذن كنسب قلنا دنتن اللي هو الأنابيب المحيطية بالنسبة للدنتن، هسه أخذنا الأنابيب هنا على مستوى التجويف اللبي أو تجويف السطح اللبي الداخلي، رحنا نتكلم عن الأنابيب المحيطية بالنسبة للدنتن. طبعا سموها بالأنابيب المحيطية لأنها تقع في الجزء اللي يحيط بالأنابيب الدنتال تيوبولار.
جدران هذه الأنابيب المحيطية طبعا موجودة في جميع أنحاء دنتن باستثناء المنطقة القريبة من البولب والمنطقة القريبة من اللوب. إذن هذه الأنابيب المحيطية موجودة على امتداد طبقة الدنتن باستثناء المنطقة القريبة من اللوب، ما راح نلاحظ هذه الأنابيب المحيطية. تصلبها من الأزيد تصلبها حوالي 9% أكثر من الدنتن الموجود ضمن التوبولارز. إذن تصلبها راح يكون 9% أكثر من الدنتن تيوبولرز. الانترو تيوبولر دنتن اللي هي الأنابيب أو الأنابيب الداخلية والأنابيب البينية راح تختلف عن الأنابيب المحيطية من ناحية التكوين. راح تختلف الانتر تيوبولر دنت راح تختلف من ناحية تركيب المادة الأساس والشكل البلوري له. إذن الأنابيب المحيطية تكون موجودة على السمك لها بالنسبة للأوتر دنتن، السمك الخارجي لها حوالي 0.75 ميكرومتر، السمك الأوتر دنتن 0.75 ميكرومتر، يكون بالنسبة للسمك الداخلي الانر دنتن هو 0.4 مايكرو متر خلال مراحل النمو. إذن سمك هذه الأنابيب الدايمتر القطر إلها في مراحل النمو يبدأ من 1 مايكرومتر بالقرب من الدنتو أنيمال جنكشن. بعض الدراسات اللي استخدمت الأكسري الأشعة السينية باستخدام الإلكترون ميكروسكوب أظهرت زيادة في المينيلايزيشن، زيادة في عملية أو كثافة الزيادة في كثافة المواد المعدنية المكونة للبري تيوبولر دنتن، زيادة في كثافة المواد المعدنية في الأنابيب المحيطية بالنسبة للدنتن. كما أظهرت ترسب هذه المعادن في الجدران الداخلية للتيوبولر أكثر من ترسبها من في الجدران الخارجية، ولذلك يفضل إطلاق يفضل أنه تسمى بالإنتر تيوبولر دنتن أفضل من تسميتها بالبري تيوبولر دنتن. إذن شق حساسيتها حساسية البري تيوبولر دنتن للمواد العضوية، أظهرت حساسيتها للمواد العضوية بعد عملية إزالة الكالسيوم. عند إزالة الكالسيوم راح يترك هذا راح تترك فراغ بالمنطقة المحيطة بالأودونتوبلاست، وبالتالي هذه المنطقة المحيطة بالأودونتوبلاست ممكن أن نلاحظها في استخدام المجهر الضوئي. إذن أظهرت دراسات حساسية. ننتقل إلى السلايد الآخر اللي نتكلم به عن التشابه بين الانر والأوتر دنتن. هذا التشابه بسبب
فقدان الريتوبولار دنتن، وهذا هو important clinically، هو مهم سريريا هذا التشابه بسبب فقدان الريتوبولار دنتن، وهذا إلى فعالية في فتح التوبولارز. البريتوبولار دنتن، هذه الأنابيب المحيطية يمكن تصويرها القسم المتصلب إلها أو القسم المتكلس إلها، الكلاسيفيكيت سكشن يتم تصويره طبعا قلنا بالإكس راي، وتكون الأكثر صلابة وأكثر تمعدن البري دنتن بريتوبولار دنتن. تختلف البري تيوبولار دنتن من ناحية الستركشر، من ناحية التركيب عن الانتر تيوبولار دنتن. الكولاجين فايبرز موجودة ضمن جدار الأنابيب، تكون عادة غير مرئية أو محجوبة بالنسبة للبري بالمنطقة المحيطية بالنسبة للدنتن. إذن الكولاجين فايبرز الياف كولاجين بالنسبة لجدران الأنابيب تكون محجوبة في المنطقة أو عدم رؤيتها بالمنطقة المحيطية للدنتن. عندنا أكو لاحظ أنه مقارنة بين جدران الأنابيب بالإنر آند أوتر دنتن. جدران الأنابيب بالنسبة للدنتن والطبقة الخارجية والطبقة الداخلية. بعض الباحثين أظهروا تكلس في الطبقة الداخلية الانر اورجانيك لاين، في بطانة الطبقة الداخلية تكون تكلس بمواد العضوية سميت باللامينا ليمتنز. لامينا ليمتنز اللي هي الحدود الصفيحية او الصفائح، الحدود الصفيحية او الحدود الصفائحية. إذن اظهروا بعض المقارنة بين جدران الأنابيب بالنسبة للطبقة الخارجية والطبقة الداخلية للدنتن. جدران الأنابيب بالنسبة للطبقة الداخلية أظهرت تكلس المواد أو احتوائها هذه الجدران الداخلية على مواد عضوية، سميت هذه المواد العضوية بالطبقة الصفائحية. طبعاً وصفوا الوصف لهذه الطبقة هي أورغانيك ممبرين، هي مادة أو غشاء عضوي، هذا الغشاء يكون رقيق، هذا الغشاء يحتوينا على الجلوكوز أمينو جلايكان، ويكون مشابه لما موجود بالكارتريج والبون. إذن الطبقة الداخلية لجدران مقارنة. هنا الأدونتوبلاست بروسيس، العمليات اللي الخلوية تقوم بها أدونتوبلاست في البريتوبولار دنتن، هذه العمليات راح تترك سبيس، راح تترك مساحة، هذه المساحة تعرف بالبريو أدونتوبلاست بلاستيكس، بيو أدنتوبلاستيك سبيس، اللي هو هذه المساحة راح تكون مكان لتواجد أو مكان يحتوينا على الدنتال فلود أو السائل السني. هذه المساحة
اللي موجودة بالبريتوبولار دنتن، هذه المساحة تعرف بالبري دونتو بلاستيك سبيس. هذه المساحة راح تحتوينا على الدنتال فلود اللي هو السائل السني. ايضا محتويات السائل، هذا السائل السني راح تحتوينا على كميات كبيرة من البوتاسيوم وكميات قليلة من الصوديوم. واضح؟ إذن الانترتوبولار دنتن هذه الأنابيب الداخلية والأنابيب البينية. طبعا المكونات الجسم الأساسية بالنسبة للدنتن راح تتكونها من الانترتوبولار دنتن اللي هو الأنابيب السنية البينية أو الداخلية. located راح تقع هذه موقعها بين الدنتال تيوبولارز، وبشكل أكثر specifically بشكل أكثر تحديدا راح تقع في المنطقة بين البري تيوبولار دنتال. إذن هذه الأنابيب البينية والأنابيب الداخلية موقعها هو في الدنتن تيوبولار، وبشكل أكثر تخصص أو أكثر تحديد بالمنطقة الموجود بها البري تيوبولار دنتن. هذه الأنابيب الانتر تيوبولار دنتن تكون الهايلي ميلازيت، يعني تكون أكثر تصلب وأكثر تمعدن بالنسبة للمادة الأساس، تشبه ما موجود بالبون والسمنتيوم. ممكن انه نحط عملية ديكلاسيفيكيشن اللي بعد حتى بعد عملية ازالة الكالسيوم ممكن محافظة على هذه الانابيب الداخلية والانابيب البينية، في حين انه بعد عمليه ازاله الكالسيوم لا ممكن نحافظ على البري تيوبولارز، بمعنى انه عند عمليه الديكلاسيفيكيشن عمليه ازاله الكالسيوم ممكن انه نلاحظ وجود بقاء وجود الانتر تيوبولار دنتن، بس ما ممكن نلاحظ وجود البري تيوبولار دنتن. أغلب حجم هذه الأنابيب هي عبارة عن الأورجانيك ماتريكس، هي عبارة عن مادة عضوية، وتحديدا هي كولاجين فايبرز. إذن أغلب المادة الأساس للإنتر تيوبولار دنتن هو عبارة عن كولاجين فايبرز. الألياف هنا راح تتراوح من 0.5 إلى 0.2 قطرها، وعرضها راح يتراوح من 64 أو 640 أنجستروم. طبعا تحتوينا على الهيدروكسي أبيتيد كريستال، قلنا هاي البلورات المكونة للدنتن. متوسط طولها هو 0.1، وتمتد هذه على امتداد طول الكولاجين فايبرز، وتكون بشكل متوازي مع الكولاجين فايبرز. إذن